بتأيد أن يتحمل المحللون أنه هالقد رسمت الصورة والقوة حتى ما وصف بأنه قواعد اشتباك وردع كانت أكبر مما هي على أرض الواقع؟ أنا الذي لا أؤيده أن يشعر هؤلاء المحللين السياسيين بنوع من الحرج أو الحاجة إلى التبرير. أولا هم ومجموعة من الشخصيات السياسية وأنا منها واضح جدا أن هناك غرفة عمليات، مش واضح، لدينا الدليل القاطع. وأنا أعود وأزم أن ويكيليكس 2024، حرب 2024 ستكون أعنف بمعطياتها وصادمة بمعلوماتها التي ستكشف لاحقا من ويكيليكس 2006. في غرفة عمليات تسعى وتعمل وتخطط وهي ممولة ولها مفكريها ليلا نهارا لتقليل من أهمية كل ما تقوم به المقاومة، لتشويه صورة كل من يدافع عن المقاومة، لخلق نوع من الإحباط لدى جمهور المقاومة. هذه الحرب ليست فقط حرب عسكرية ولا حرب أمنية، إنما أيضا هي حرب إعلامية ونفسية. واللي ما بتقدر تعمله الغرفة الداخلية بيلجأوا فيها لبعض الشخصيات في الخارج. هلأ منهم من عهد عهده. ليه عهد عهده؟ ما بعرف، تفصيل بسيط بالمشهد الكبير أكيد. شو يعني أنه ما بقى رح يطلع؟ قصدك عن شيخ حسيني؟ يعني عهد عهده، ومنهم من يلجأ في خاي أدرعي إلى تهديده مثل ما عمل بمراسل الميادين علي مرتضى. وبالتالي في تقاسم أدوار، والمهضوم في هذه المرحلة هودي مجموعة الشبيبات الصغار. هل هم يفترضوا أنه أنا صير سجلهم ورد عليهم؟ خي أنا برد عليك مرة وخلص بحجمك، أنه عم يعملوا مبسوطين هلأ كاميرات وأضواء، بس أنا بدي أقول لك انتبهوا لشغلي، هودي مثل ما اشتروكن ببيعوكن. هي أولا. اثنين، أنتم مواطنين عاديين تحملون صفات، بس عم بيتم إقحامكم بمعركة أكبر منكم بكتير. وبالتالي أنا أنصح هؤلاء هدوء، مقاربة هادئة، حكي سياسي، لا تروح على الحقد، لأنه أنا أكثر ما أخاف منه في هذه المرحلة هو حجم غضب الناس، يلي أنا بقول من هلأ نحن كقوى سياسية جميعاً بعد الحرب سنعاني، وتحديداً ضمن فريقنا السياسي لضبط الناس. شو يعني هيدا تهديد؟ هيدا تهديد؟ لا ليست هيك. عم بيقولوا لكم أنه كلكم بتقولوا لأ أنه خلوا تروح الحرب وتخلص، شوفوا شو بدي. طيب برجع للفكرة الأولى، بكمل الجواب على الفكرة الأولى وبرجع لك للفكرة الثانية وبشكل يعني يكون هيك بمقاربة هادية. فالحرب على هودي المحللين، على بعض الشخصيات السياسية ومنها يطال سماحة السيد الشهيد سيد حسن نصر الله، بإطار تسخيف الذي قالوه، مجيء بفيديوهات قديمة، والبعض للأسف ما بعرف ليش حس إنه هو لازم يبرر. أنا متمسك أكثر من أي وقت مضى بكل ما قلته، ومقتنع تمام الاقتناع بأن هذه المقاومة وسيد هذه المقاومة وشهيد هذه المقاومة وشباب هذه المقاومة قادرين على تنفيذ كل المعادلات التي وضعها السيد حسن نصر الله. بس يا جماعة، بس شو المعادلات؟ أنا بدي أمشي معك. أولاً بس هون الفكرة الأساس بالرد على الجواب، وما تنسينا الفكرة الثانية أنه عم تهددوهم، نرجع لها. نعم، نحن كنا نتحدث عن مخطط حزب الله بحرب هجومية قد يبدأها بلحظة معينة، وكان يستعد لها حزب الله جيدا.
امبارح وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يلي جزء من الحملة عليها أيضا تبدأ قبل ما يحكي بيكتبوا لم يقنعنا، ليس مقنعا، وين لا تصلح المقارنة، مضمون غير مهم. هيدي مرحلة نحن محورنا معتدين عليها، بنرجع ل 2005 واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والبرامج التلفزيونية اللي صارت تنعمل والصحفيين اللي عملوا محققين، وهي نحن عايشين مثلها كتير. وبال 2011 عشنا ظروف أصعب منها، وهني بالمرتين الماضيت وهلا بالمرة الثالثة بنفس الموقع، ونحن بنفس الموقع، والنتيجة نفسها، هم سيهزمون ونحن سننتصر. ف قال سمحت الشيخ نعيم قاسم البارح: نحن في حرب دفاعية، نحن ندافع. حزب الله مش هو أخذ قرار يفتح جبهة وبالتالي يبدأ الهجوم على الجليل الأعلى. هو يعني أخذ قرار يفتح جبهة مساندة، أخذ قرار بجبهة مساندة، توصيف جبهة المساندة بالعلم العسكري البسيط، وأنا لست خبيرا عسكريا، يعني حزب الله مش فائق الصبح على الطريقة التي بدأت فيها حركة المقاومة الإسلامية حماس بغزة وعمل هجوم وبدأ بتنفيذ خطة عسكرية هو وضعها لإسقاط مستوطنات وحشد قوات وتقدمها باتجاه العمق الفلسطيني. حزب الله رأى على معركة عنوانها مختلف، وبالتالي هو ما قال أنا رايح نفذ خطة احتلال الجليل الأعلى أو عفوا تحرير الجليل الأعلى ولم ينجح. حزب الله بموقف دفاعي. وبالمناسبة لمن لا يعلم، وأنا دائما هون بقول بشكل واضح، في كل ما نقوله في هذه المرحلة نحن نخاطب شعبنا، شعب المقاومة، المؤمنين بالمقاومة، بس ما عم تخدعون بهذا الخطاب. نعم، ما عم بيصير في خديعة لشعب المقاومة. شو هي عم بيصير في أحباط؟ أنا بقول لشعب المقاومة بشكل واضح، اللي معتقد أنه هذه الحرب سببها جبهة الإسناد هو مخطئ ومشتبه. يراد إقناعكم أنه حزب الله تورط وورطكم في هذه المعركة، بس فيه تفصيل ليس بسيطا، وهو جزء من إعلان العدو الإسرائيلي الحرب على المقاومة يوم تفجير البيجرات. اللي بيبعت بيجر مفخخة، هذا يعني أنه كان يخطط لحرب عليك. طيب، وكان في لحظة معينة سيتخذ القرار بتفجير هذه البيجرات وأحداث مزرة بحق مقاومينك. وبالتالي هيدي البيجرات اللي هو بيقول انه من 2015 بدأ يخطط لإدخالها وتفخيخها ووضعها بتصرف المقاومة، بغض النظر كيف انشرت وليش انشرت، هذا تحقيق. نعم، نحن عنا 100 سؤال وهذا حق مشروع، بس أنا بقول دائما السؤال لا يطرح لا في زمن الحرب ولا يطرح في الإعلام. الحرب هيدي بأهدافها، بخطتها، بتنفيذها، بأدواتها، بما يواكبها، هيدي منا حرب عبثية نتيجة لحظة معينة أو بهدف أنه والله وقف جبهة الإسناد. هذه الحرب عنوانها واضح: سحق المقاومة.